يقول في يوم النبي صلى الله عليه وآله صاح الاثنين من أصحابه، ثلاثة من أصحابه، سلمان رضوان الله عليه، سلمان المحمدي أعطاه كمية فلوس، وعلي بن أبي طالب، واحد ثالث ما بالي منه، كل واحد يقول أعطاه كمية فلوس، قالهم وروحوا هذه تاجروا بيها. يقول واحد من عندهم طلع تصدق بها في سبيل الله رأسا كلها وراح، واحد طلع مارس عمل بسيط، واحد لا والله اجى عقدها للحشاية، كتاب ووارد وصادر، وهل قد عد فلان وهل قد عد فلان، وبعته واشتريته ويوم الفلاني سوالها دفتر كبير. صار الموعد اللي محدد النبي، وقفهم دنيا حارة، حط لهم صخرة حارة، تقدم، اجى اول واحد، تعال شويت بالاموال اللي عندك. قال يا رسول الله انا خرجت شفت ناس والله محتاجين بائسين، والله محتاجين بائسين، شلت المال وعطيته لهم، تاجرت به مع الله. ونزل وخرج له بعد شوية شوية بسيط وخرج له. الثاني أخذ له شوية شوية أكثر. الثالث لا قام يشيل رجل ويحط رجل. زين قال له يا رسول الله رفقا برجلي رجلي راحا. قال له زين دوخر. أنا حبيت فد مثل حسي، القرآن دائما يمثل أمثال حسية، والسنة أيضا تمثل مثل حسي. النبي قال له حبيت أقرب لكم، يعني مو معناه الله عز وجل يريد من عندنا نبطل يعني فلوسنا شنو نشيلها ونذبها بالقاع، لا، لكن يريد يقول شوية احسب حساب، ترى الحساب دقيق، خلص أمورك قبل ما تروح منها، لا تخليها معقدة هناك وبعدين يشلعون قلبك هناك بالسؤال وبالروحة وبالردة. وقفوهم إنهم مسؤولون. فواقعا الذين يؤمنون بالآخرة